على هذا الجرافيكس وحياة واقعية. والآن نشتغل في الحياة الواقعية لسيارة الأجرة. واو يا سلام على هذه اللعبة العملاقة. السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا المقطع الجديد والذي سنقدم لكم فيه أقوى تحديث لأفضل نسخة تشبه جراند 5-3، ما فيها أونلاين، فيها مستويات جرافيكس عالي، سيارات، عالم مفتوح يمكنك عمل فيه أي شيء. فلكي لا نطيل عليكم فيلا لنستعرض لكم هذه النسخة الرائعة. كما تشاهدون معنا أصدقائي هذه اللعبة الخاصة بنا فيها سينجل بلاير فكما تشاهدون، وفيها مود الأونلاين. انظروا معنا الأونلاين الآن يدخل للعبة 3721 شخص يلعبون الآن في الأونلاين. نحن سنضغط على سينجل بلاير بالطبع ونستعرضها لكم بآخر تحديث، ومن ضمن هذا التحديث الأخير أنه تم إضافة الكثير من السيارات والكثير من الأشياء. وسنجرب معكم أصدقائي مثلا أي شيء، مثلا انظروا معنا إلى السيارات، يمكنك أخذ أي سيارة. على العموم نحن نقوم بشراء سيارة ما، هنا يمكنك شراء أي سيارة. كلما حصلت على المال الكثير كلما حصلت على سيارة أفضل وأفضل. شاهدوا معنا إلى بعض السيارات الرائعة صراحة. نحن نشتري، ظهرت لي سيارة كلاسيكية، هذه هي، هيا نشتريها. نضغط هنا نحصل عليها على هذا الشكل. نعم نختارونا فكما تشاهدون ونقوم بوضعها في هذا المكان على هذا الشكل، ونقوم بالركوب. فيمكنكم الركوب في السيارات الأخرى، شاهدوا معنا. والمميز عندما تصعد للسيارة، شاهدوا معنا إلى الراديو، يعني تتحكم هنا أي موسيقى تريد. إذا كنت لا تريد موسيقى تضغط هنا. نقوم بشراء النيترو على هذا الشكل أيضا صراحة. عندما تنزل أيضا شاهدوا معنا، هيا نقوم بالنزول. عندما تنزل فيمكنك الحصول على بعض الأسلحة فكما تشاهدون معنا، مثل جراند. انظروا معنا مثل جراند فكما تشاهدون، شيء رائع. نعم نعم، سنجلب إلينا الشرطة. ماذا فعلت كما تشاهدون هذا الشرطي؟ أرجوك ابتعد عنا، أرجوك، لا أريد صراحة. نريد واو يقوم ب لا أريد أن أقوم بالمشاجرة معهم، أريد فقط أستعرض لكم العالم. شاهدوا معنا إلى الرصاص في السيارة كيف ظهر، شاهدوا معنا. واو على هذه اللعبة الجميلة صراحة. نروح معنا إلى النيترو، شيء أسطوري جدا فكما تشاهدون معنا. هيا نقوم بأخذ سيارة أخرى. الشرطة ما زالت تتبعنا. لا يريدون، لا يريدون تركنا وشأننا. على العموم هيا نقوم بتشغيلها معكم. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنتم؟ هيا هي سيارتهم أحسن منهم وأفضل منهم صراحة. والله النسخة رائعة جدا يا أصدقاء، أنصحكم حقا بها. نور معنا إلى العالم. على هذه السيارة، هيا
هيا هيا هيا أرجوك نحصل على هذه السيارة فقط. واو على هذه السيارة الرهيبة، اسمعوا معنا إلى الصوت. انظر معنا، عندما تتحطم السيارة كثيرا حين ذاك لا يمكنك أن على ما أعتقد هيا نذهب هنا، هذا سباق على ما أعتقد. هيا نمارس لكم بعض السباقات. كما قلت لكم عندما انظر معنا، عندما تتحطم السيارة لا يمكنكم حين ذاك نضغط هنا. هنا إذا كنت تريد شراء سيارات على العموم. هيا أصدقاء مثلا نضغط هنا نجرب الأونلاين. هيا نجرب الأونلاين على هذا الشكل. سيرفور، نختار مثلا الأونلاين، نقوم بتجربته معكم. انظر معنا الأونلاين فيه الكثير من الأشخاص، لدينا نحن الأسلحة. لا يمكننا قتله، يبدو على أنه لم يدخل للسيرفور بعد. هيا الآن نختار الحياة الواقعية في الطاكسي على ما أعتقد. نعم، واو 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 واو، سنجرب يا أصدقاء الحياة الواقعية في سيارة الأجرة، هل يمكن ذلك؟ واو هذا المود، أحب صراحة هذا المود. فينيش جوب، نعم. لا 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 لا، يس نختار تاكسي، نذهب نذهب، نحن آسفون يبدو علينا، ولكن كيف نقوم ب مثلا نحيد معنا الميكرو، نقوم بإيقافه، الضوء، المهم نذهب إلى الماب. انظر معنا في الماب، سنذهب الى هنا اصدقاء. هنا، تعال مرحبا بك، الحياة الواقعية في سيارة الأجرة. يا سلام، ابتعد انت، ابتعد يا الغبي. واو على هذا الجرافيكس وحياة واقعية، والآن نشتغل في الحياة الواقعية لسيارة الأجرة. واو يا سلام على هذه اللعبة العملاقة. واو شيء جميل والله، أحب هذه المستويات أصدقائي صراحة. انظر معنا، الشخص اقترب من الوصول، ابتعد أنت من الطريق. رغم أن سيارة الأجرة فاشلة جدا، لماذا؟ لأنها هناك سيارات أخرى أفضل. صوتها مزعج صراحة، ليس لديها صوت رائع. هذا هو المميز في الأونلاين أصدقاء، يعني تشتغل في الحياة الواقعية وتشتغل في الكثير من الأشياء. نحن حصلنا على بعض المال، هيا نبحث عن أشخاص آخرين، نحاول أن نذهب إلى المار. ما أعتقد، لا نضغط على أكسبت.
هو شخص أمامنا يريد الركوب أيضا. نعم تفضلي، قم بإغلاق الباب. نقوم بقفل الباب على هذا الشكل وعلى بركة الله. نعم كنا الراديو كان شغال. انظروا معنا الى هذول الاشخاص العموم. واو على هذا الجرافيكس صراحة حبيبي فلان، لعبة عملاقة انصحكم حقا بتجربتها، فيها الكثير من الاشياء. مثلا عندما تذهبون الى الماب، شاهدوا معنا الماب كم هي كبيرة وكم من الاشخاص هنا وكم من المستويات هنا. انظروا معنا اشتغال في سيارة الاجرة، مود الشرطة ايضا متواجد، ها هو اصدقائي، السباقات هنا على ما اعتقد، مود تشتغل في المقهى، هنا الرماية، هنا المطعم، هنا يعني الكثير والكثير من الأشياء صراحة. أصدقائي كان هذا هو المقطع الخاص بنا، فدمتم في رعاية الله على هذه المدينة. واو واو، هي على العموم توصيلة واحدة فقط لهذا الشخص، وبعدها نقوم بإنهاء المقطع على هذا الشكل. نعم تفضل، حصلنا على 1000، شكرا لك وإلى اللقاء والسلام عليكم.